دونك توكل على الله تجي لهنا. دونك البروجي ديالنا عندنا هذا، هذا سيليكسيوني نشوف شنو هو الكومبوزيسيون ديالو. الا قالنا هو فوق منه اكسترود، اذا نزيد فوق منه ايديت بولي. علاش؟ حيت انا ما بغيتش نكونفيرتي بصفه مطلقه، انا بغيت نجي ندير فوق منه ايديت بولي. ايديت بولي فوالا، دارت فوق منه ايديت بولي. واخا تقطع كاين، واخا يكون عندك هاد اللعيبات ما تبرزتش معاهم لانهم ما كيبانوش في الروند. شنو اللي كيهمني هو انني نجي وناخذ هاد لابارتي هادي وندير لها اكستروزيون. دونك غادي نجي ناخذ منها اكستروزيون، اكستروزيون هاهي، ونعطيها اكستروزيون مثلا 0.20 سنتيمتر. فوالا، هاي دارت 0.20، نقول له فاليدي، نعاود نرجع سيليكسيوني لابارتي حتى تفيرمي. فيرمي اوكي. اش بقى لي؟ بقى لي دابا نقطع. غادي نجي نقول له خذ هاد لابارتي مع هاد لابارتي، ونجي نقول له هنا دير ليا شحال من تقطيع عندنا في التصويره. عندي وحده، جوج، ثلاثة، أربعة، أربعة الخطوطة، ياك؟ أربعة الخطوطة خصهم يكونوا، هادشي اللي كيبان ليا. إذا غادي نجي نقول له دير لينا كونيكت، وير إز كونيكت، واش يجبد عليا من هنا، نقول له كونيكت، ها كونيكت، ها وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، هم، ها وحدة، وحدة الوسط، ها لابارتي هادي، وهادي غادا تشعل، نقول له فاليدي، ونجي من بعد ديك الساعة ناخد هاد لابارتي هادي، مع هادي. ما هادي وندير لهم اكستريزيون، فيها شي مشكله هادي وتخرجها منها. بغيتي انت غير تخرج مشويه وقول له تيري وخليهم، وقت ما تبغي ترجعهم تصدهم ما يكونش عندك مشكل. فيها شي صعوبات؟ سهله مالها، ما وهي سهل من الاخرى ديال انك تجي دير جوج خطوط ولا دير سبعه الخطوط. دونك اش بقى لي؟ بقى علاش اللي انا درت هكا؟ لانها هي من نفس اللون، يعني من نفس الماده، يعني ماده واحده اللي غتطبق عليها. ملي كنكونوا كنموديلي وكنموديلي على قبل باش ملي ندير التكستور ما يكونش عندي مخربق. الا كان واحد حاجه غادي تطبق عليها نفس اللون تصايبها من نفس الكتله، ما كاينش اشكال. دونك هنا يبقى لي نصايب هاد لابارتي هادي. دونك هاد لابارتي هادي نجي نشوف انا مثلا بحال هنا والاستيمير. دونك الا شفت بحال هكا راني بيرسبكتيف، وهذا خطا. دونك ضروري نجي نكليكي ونقول لا انا نشوفها في الليفت، نزومي مزيان. دونك انا كنشوفها من ليه، اذا الليفت خصني العكس ديالو هو الرايت باش نرسم على هاد لابارتي. دونك غادي نجي نشوف التصويره ديالي شنو قال لي. الا طلع تمشي واحد الخط من هنا وجوج ديال لي زيكزاغونال، واحد هنا واحد هنا واحد هنا. اوكي حاول نصيبهم. نجي نقول له اعطيني خط، اعطينا الدودي ديالنا هو هذا. قدرنا ننطلق من ريكتانجل. انا كيعجبني نخدم بريكتانجل. علاش؟ لانه بعض المرات كيكون هو الروبير ديالي، هو اللي كيخليني نشوف شي حوايج ما كنشوفهمش. نجي نقول له انا غادي نمشي مثلا من هنا حتى لهنا بهذه الطريقه، كنشوف النسبيه بالمقارنه مع التصويره ديالي، لا فوتو ديالي، كنقول باللي من هنا حتى لهنا هذا هو الحدود. دونك يبقى عندي المربع هنا، هادشي كامل غادي ناجوستيه ما كاينش اشكال. ولكن انا اللي كيهمني هو هاد لابارتي هادي راها كتبان لي مزيان. اوكي دونك نجي نزيد عليها واحد ليكزاغونال، ايكزاغونال يكون كبير وايكزاغونال كبير. دونك هنا كنوريك كيفاش انت تقرا، ماشي تمشي تقول لا راه كار. دائما نقول انا غادي نصايب واحد الحاجه، نحط الشكل ديالي هنا، تخيلوا مزيان، شوف لا فوتو ديالي فين كاين، فين بوزيسيون. اول حاجه جا بوزيسيوني بعيد على هاد لابارتي، نشد هذا نهبطو هنايا ونبعدو على هاد لابارتي، حيت صنع بالاس، ونزومي هنايا ونبوزي واحد شي شويه. اوكي عرفنا. نشوفو الثاني فين كاين، تاني لي طونجون معاه مكاينش مشكل. خد هدا قولو راه غادي نديرو مثلا بالسناب، نخرجو انا بالشيفت. اوكي ومن بعد نهزو من هنايا، نهزو نحطو هنا. هاد المسألة هادي تحضيو معاها بزاف. بعض المرات كتبغي تحرك شي حاجة مثلا، تبغي تهزها بالسناب وكتمشي لك سوا في اكس سوا في ايكغيك. دونك دايما ترد البال لهاد لابارتي هادي ديال لي كونسونترين، تحيدها ديزاكتيفا. يمكن لك تحرك لي ليمون فين ما بغيتي، ما كاينش اشكال. غير قول له انا راه بغيت نزل هذا ونحطو مثلا هنا. ولا زدتي ولقيتي هذا المشكل ثاني بزاف المرات، غتمشي تقول له عطيني لي سنابس. وريت فين هما لي سنابس؟ لي سنابس هما يبانو سنابس، خصهم يبانو لي هنا. اين اين هما لي سنابس؟ فين مشاو؟ ماشي هاد، فين الوحدة الأخرى؟ لي زاكس كونسنترينت هاهما، هاكا، شيل هنا،
قول له انا بيرسبكتيف حضي مع هذه والزاوية حطها هنا. اوكي الاولى صيبتها، خليني توجور في لابارتي اللي خدام عليها اللي هي الرايت، نخلي لي هذه هنا احتاجها. دونك رجع لافوطو ديالي صافي مزيان، انا عندي هذا، هذا نقدر نزيد هاد لابارتي هذه هنا، وعندي واحد الجوان بيناتهم سي ان ديكالاج اللي كاين، هذا نقدر نحصل عليه ملي نبغي ندير ليسباسمون. نجيب هذا تا هو نزو بحال شيفت نزو هنا ونحطو هنا. اوكي دونك انا حاليا رانا داخل في المود ديال الكونسيبت. دونك انا صوت هادي صوت هادي صوت هادي هاد لابارتي هنايا. علاش هادو مهمين؟ انك تصيب واحد الحاجه وتكون قريبه للواقعيه ديالك. اوكي مزيان. دونك اش بقى لي غير هادوك الجوج انني نصغرهم، حيت هذاك هو المحيط دو تراساج والاخرين المستنيين هما اللي غيبقاو. اذا انا نمشي نشد مثلا هذا حيط صنع، نقول له هذا راه غادي نكونفيرتي ايديت سبلاين. فوالا ايديت سبلاين، نجي نقول له خذ هذا اوت لاين 21 سنتيم ولا 5 سنتيم ولا 10 سنتيم. اوكي حيط صنع صنع هذا. فوالا لاحظوا هنا انه دارها بوزيتيف، نقول له كنترول زد، نقولوا لا غادي ديرها نيجاتيف، كتب له هنا ناقص وكتب له هنا 10 سنتيم. فوالا فوالا ها هي تحطات. نفس المساله تاخذ هذا حتى هو خرج من هذا الشكل، خذ هذا قولوا هذا كونفيرت. شنو هي هذه اللي كاينه هنا؟ خرجت على برا، خرجت على برا، ما خصهاش تخرج على برا، خصها تدخل لداخل. ما حدها على ما حديتيش معاها خصها تدخل، تخرج لنا على برا، خصها تدخل لداخل. دونك هنا الا مشيتي في البلوس صح، دايما نجي نقول له كونترول زد كونترول زد فوالا اوت لاين، نقول له ناقص، حيت انا عندنا مشكله دابا الا ما عندكش هاد الفيرغول هادي الا عطيتيه بوان راه ما يقبلهاش منك، كترد البال لهاد المساله. نقول له لا انا راه ما غاديش نديرو ناقص ونمسح هاد لابارتي كامله 10 فوالا. كاين علاش كتجر لي هادي هنايا معاها؟ شي ما فهمتوش انا، شنو علاقة هذا؟ هذا خصو يبقى هنا شخص كديرو بحال هكا كيجي لي واش كيخرج هو؟ ثم يقولوا ايش كيبان لكم وما خصوش يخرج على برا. درنا لي زائد قبيله، درنا لي زائد كيخرج على برا، درنا لي ناقص وكيخرج على برا. دابا شدوا الجوال قبيله دارنا بحال هكا يعني. سبحان الله العظيم بعد المرات احسن صافي مزيان. علاش انا ملي كنخرج هاد لي ليمون كيبان لي هذا راه باقي متوشينا، كنقول واعي كيفاش هادشي راه هذا حولوه كونفير تو ايديت سبلاين مزيان، ناخدو البوليكون ديالنا هذا ونديرو له اوت لاين ديالنا. بعض المرات الا ما زكيتيش راسك بقى غادي خدام في الاخر تعاود الخدمه من الاول، ولا اش تتعاودها ما اخويا من دابا ما نفوتش انا من ديك الحاجه حتى نتيقن منها واش صيبتها ولا ما صيبتهاش. هنا على 10 اوكي. دونك هذا هو الشكل اللي بغيت انا. لاحظ معايا هاد لابارتي هادي راه خصها مازال تحضر، اذا غادي نمشي نقول له خذ هاد الريكتونغل كونفيرت ايديت سبلاين باش نقدر نستافد منه، خذ هاد لي بوان لان هاد لابارتي عندي ناقصه. نزل هذا واحد شي شويه هكا اوكي، حاول تاخذوا لي كوان كلهم تردهم كورنر. علاش؟ باش ما يكونش شي مشكل في التقطاع. دونك يبقى لي صوبت انا هاد لابارتي هادي خصني نحسس هنا. انا كنرد البال لي ديتاي، علاش؟ لان لي ديتاي راه مهمين. انت ملي كتكون كدير التصميم الا ما رديتيش البال لي ديتاي صافي هزك الماء، كتقول واه صافي مشى لك الديسان مشى لك كلشي. دونك نعاود نرجع شوف هنا لابارتي الخط ديالي يمشي تك تك تك، خصني نصوب دابا هاد المورسو هذا اللي عندي هنا ونمشي حتى لهنا. اوكي مكاينش مشكل. دونك غادي نمشي نقول له اعطيني خط اللين ديالي، وعاد باش نشوف هادشي في 3 دي واش زاكي ولا ما زاكيش. نحاول نخدم على الدو دي ونمشي مثلا من هاد لابارتي لهاد لابارتي لهاد لابارتي لهاد لابارتي لهاد لابارتي، نمشي مثلا لهاد لابارتي، نحطو الخط هنا
ماشي تقطع صح، ونجينا نقول له خذ لي فيرتكس كاملين ردهم كورنر. تبقى لي نشوف هذا الشيء دابا فوالا مزيان خدامين على بلون واحد. دونك نعاود نرجع، حيت الا ما رديتيش البال لقيتها تلقى راسك مشيتي. دابا باش نكمل هاد لابارتي هادي من هنا لهنا ونمشي في خط مستقيم، يمكن لي نجي نقول له كرييت لي ونقول له اوتوماتيك ويلدينغ، ناخذ هذا الخط ونمشي بالشيفت مثلا تاك حتى لهنا، حتى ولا وفدتي ما كاينش مشكل، غير حضي مع البوان ديال كانت. شوف الجنون اش كيدير، انا نفترض انني انا ما بغاش يزكى ليا هذا، باش نوريكم كيفاش تبداو تخدموا مره. جيت لهذا، هذا غادي ناتاشي مع هذا، اتاشيهم، اتاشي هذا الخط مع هذا الخط فوالا، ولاو هما بجوج مع بعضياتهم. مزيان صافي. دابا هاد النقطة هي اللي عندي فيها الإشكال، غادي نسيليكسيوني هاد النقط كلهم، حيد هنا، سيليكسيوني النقط كاملين، ردهم كورنر، دايما تحكم على النقط كلهم كورنر. هاد النقطة مشكلتها دابا خاصها تتساوى مع هادي، كي ندير ليها أنا باش تتساوى، دونك عقل على هاد المسألة، وأنني كنجي كنقول له خرج لي لي زاكس كونسنترانت كنأكتيفي هاد، يتأكتيفي يولي أمارش. تاني حاجة نخدم لو سناب ديالي ونقول له أنا راه لو سناب ديالي غيكون في الفيرتكس. صافي لاحظ، دونك هنا الا قلت له انا غنمشي في الاتجاه ديال ايغريك وفيكسي ايغريك، لاحظ غيمشي في الاتجاه ديال ايغريك وما خاصوش يخرج هكا، لاحظ ما كيخرجش في اكس، النقطه مسدود على بابها في اتجاه ايغريك. شنو السبب؟ هو هذا المانيتيك وهذا الايغريك. دونك انا نمشي نقول له سير حتى لهنا، تقادات ولا ما تقادات؟ دونك هذا هو التكنيك اللي بغيتكم تردوا ليه البال. دونك هنا بغيت هذه النقطه تساوى مع هذه النقطه، خاصها تمشي في الاتجاه ديال اكس. اذا نقول له هز هذه النقطه وجيبها لهذه البلاصه، لاحظ تك كتمشي النقطه هي كتمشي بيربونديكولير داك الاتجاه. كيولي سمود؟ لا، ولكن الا واخا تولي سمود غير انت خصك تخدم في نفس البلون، خدم في نفس البلون ما توليش سمود. انا نعاودها باش تترد لها البال. عندنا نقطه هي بعيده مثلا، هاد النقطه قلنا هي بعيده وانا ما خدامش عندي لي سناب، الا ما كانوش خدامين لي سناب غنبدا نهز النقطه بحال هكا نطلع بها، ما نعرفهاش فين جبتها، واش هنا واش هنا واش هنا. انا بغيتها تمشي من هنا وتولي في خط بحال دير زاويه 90 مع هذا. شنو اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني انني اكتيفي لو سناب توغل ديالي زائد الفيروياج. هاد النقطه خاصها تمشي في ايغريك باش تبقى غاده في نفس المسار مع هاد النقطه، نقول له فيروياج في ايغريك وغادي نمشي نخدم لو سناب ديالي. علاش؟ لان لو سناب هو اللي غيتحكم. نقول له هز هاد النقطه من الوسط، شوف كي كنمشي هز هاد النقطه وسير عند هذا، بحال كندير واحد الوتر باش يصوب لي النقطه ديالي. اوكي، هنا كيتحط النقطه بيان بوزيسيون. دابا انا بغيت هاد النقطه تجي لهنا باش تتساوى مع الخط، اش غادي نقول له؟ نقول له شوف انا راه غنمشي في الاتجاه ديال اكس، سير لعند هذا. لاحظ دائما كندير وتر، احسن طريقه هو تشد النقطه وتحدد لها الوتر ديالها، كتمشي بيان بوزيسيوني ما كاينش مشكل. ارا دابا نحيد انا هاد الخط هذا، ما عندي ما ندير، حيد لينا هاد الخط ونجي لهنا ونقول له اوتوماتيك ويلدينغ كري ليا خط من هنا حتى لعند هذا ونسد. لاحظتوا كي بالزربه ما بقيتش كنضيع الوقت. نفس المساله هنا، عندي هنا واحد المشكل هو ان هذا الحيط هذا غادي يبرزطني، نقول له هايد سيليكشن بينما نقاد المسائل ديالي. سد لي على هذا هايد سيليكشن فوالا، بينما نقاد هاد الدسان. نفس المساله نسيليكسيوني لوبجي ديالي، ندخل في الدسان ديالي، هذا هو اللي خدام عليه، ونقول له الله يخليك لي فيرتكس. هنا عندي بارتيه مسدوده وعندي هاد لي ليمون هنا، ناخذ هاد النقطه هادي ونمشي بها نخرجها. هنا الا خرجتها ما عنديش شي حاجه اللي كتقول لي راك انت غادي دروه، ما كايناش، ما عندناش شي حاجه اللي غتعطيك انك تمشي في نفس البوزيسيون. اش كيبقى لك؟ كيبقى لك غير انك انت استيماتي. دونك هنا اشنو غادي ندير؟ غادي نمشي نقول له خذ هذا مع هذا، حيد الصنا ودير لي كروس انسرت ولا كروس سيكشن. فين هو كروس سيكشن؟ كروس سيكشن كروس سيكشن، خذ الفيرتكس كروس انسرت بيناتهم، يعني فين كاين شي نقطه فين ما كاين تعامد ما بين جوج ديال الاضلاع دير فيه نقطه. اش غيدير هو هنا في هذه اللحظه؟ يقول لك طير هذا ما عندك ما دير به، طير هنا ما عندك ما، ولكن هاد لابارتي ما مسدوداش. يقول لك وسدهم، ملي كتسدهم انت غتقول له فيزيون ويلد، كيتسد الشكل ديالك كيولي شكل مسدود. رد البال على المساله. دونك هنا اش بقى لي؟ بقى لي غير الشكل ديالي، ها هو
عندي هنا واحد المشكلة ديال هاد اللعيبة هادي، نسيليكسيوني هذا باش يطلع لهذا المستوى هذا، ناخذ هاد النقيطات هذا ونطلع بهم في هاد الاتجاه، هاد الاتجاه حتى نضبطها مزيان، وقت تهرب لي النقطة هنا ما كاينش مشكل، هي صايب وصافي، كون تيقن فيرتكس خد النقطة ديالي ونزيد النقطة نحطها هنا، إلا ما تشدتش ليا نحيد الفيرتكس، نحيد السناب ونشدها من هاد القنص ونحطها هنا ضروري، ونحولها كورنر. مهم مهم بزاف انك تميتريزي هادشي، مهم انك تخدم في هاد الكونسيبت وتحرك، الا ما تحركتيش غتبقى كتشوف في داكشي قدام. دونك هنا نقول له حيد عليا هاد لابارتي، عندي ما ندير بعد، حيد عليا هاد لابارتي موديفي، ولا ناتاشي كلشي باش ما نبقاش نصدع راسي، هذا يتاتاشا مع هذا يتاتاشا مع هذا. اوكي، من بعد يبقى لي غير نزول دوك لي لين اللي ما عندنا ما نديرو بهم غرض. اوكي، دونك الشكل ديالنا هو مقاد مزيان، بيرسبكتيف، ندورو مع الشكل نشوفو مزيان كومبليمون، ومن بعد يمكن لك تزيد يمكن لك تنقص يمكن لك. كتبقى دابا تجربه، هو انني ندخل ونطبق عليه موديفيكاتور اكسترود ونشوف الا كاينين شي اخطاء ولا شي حاجه صعب. دونك هنا كاينه شي حاجه محلوله، شي نقطه ما هياش، خصنا نفيريفيوهم ونقلبو عليهم تنشوفو هاد النقط اللي ما محلولينش، شنو السبب ديال رايتينغ. دونك هنا نطفي ونبدا نكونترولي حاجه بحاجه، في الغالب نجي نقول له حيد لي هذا، ردني في الفيرتكس، فيرتكس، ونبدا ندير لانسبكسيون ديال عندي هاد النقطه مزيانه، حيد الصنا شوف لي هاد النقطه هادي مزيانه، شوف لي هاد النقطه مزيانه، شوف هاد النقطه مزيانه، هادي هادي ها هي شتو، هادي محلوله، هاي هما دو فيرتكس. اش بقى لي نقول له فيزيوني ويلد، اوكي، بيرسبكتيف، دور مع الشكل، اكتيفي لي البوله ديالي، ديني مازال غتبقى غادي خدام، انت كتصلح في الاخطاء ديالك. علاش؟ راه ماشي كتصايب الشكل وكتقول صافي يا سلام راه غيطلع، راه ما كاينش شي حاجه سميتها يا سلام، كاين شي حاجه سميتها انك خصك تخدم على الشكل ديالك حتى تيقن منه وتصايبو على خاطر خاطر. دونك انا غادي نعاود نرجع نفيريفي، نشوفو لي فيرتكس اللي باقيين ماشي هما هادوك، راه غادي نشوف مزيان هذا مزيان هادي مزيان، عرفنا نشوف هاد الشكل اللي درنا له اوتلاين مزيان مزيان مزيان، بعض المرات راه يكون ديكومبوزي ولا محلول مزيان، كلشي مزيان، كنترول زي هذا مزيان، كلشي هنا مزيان. دابا المشكله اللي غادا تكون عندي هو نطل من الطوب، نطل من الطوب ونشوف واش الخطوطه ديولي مساويين، يعني الرسم ديالي الخط كلشي جا في نفس النيفو، الا جا كلشي في نفس النيفو مزيان. رد البال ان الشكل ديالي هنا غلط كيو كنشوف فيه، حتى ولا طليت عليه من الطوب كيبان ليا مزيان ضروه، ما عنديش شي حاجه شي شكل هربان لا اليمين ولا اليسار. بيرسبكتيف، نعاود نرجع ونشوف الشكل ديالي مزيان. دونك هنا الى طرالك مشكل بحال هكا اش غدير ثاني؟ هاد المرات تجي تقول له غادي نشد انا ندخل في الموديفاي، ناخد هاد السبلاين كامل اللي عندي هنا ونزولو كنحيدو وكنعاود نرجع نكونترولي. لاحظوا شنو طرا، حيدت انا واحد، واحد كان نقص دائما في الشكل، كندير عمليه حسابيه منهم خدام كيخرج لي بحال هكا، اش كنجي كنختار شي شكل كنزولو غير باش نفهم شنو واش المشكل كاين فيه. كنترول زد، راه ناخذ هذا ندخل هنا نقول له سبلاين، خذ هذا الخط هذا سوبريمي، ونعاود نرجع نشعل هذا خدام، فهمت؟ خدام الشكل، كيكون الشكل خدام ما كاينش مشكل، غير هو عمليه حسابيه ما كيبغيش يديفيزي لك. اما الشكل صحيح، التصميم مزيان، كلشي هو هذا، غير هذيك العمليه ما كيبغيش يديرها. اش كنديروا حنا؟ كنترول زي، راه انت بعض المرات غتخدم وغيطرى لك هادشي وغادي تقول واه انت هادشي ما غاديش تصاوب، علاش يا صاحبي؟ وانا ما غلطت حتى حاجه، ما غلطت فيها، راه فريمون انت راك ما غلطتي في حتى شي حاجه، ولكن بعض المرات هو البيسي ما كيجاوبكش، يعني الشكل ما كيجاوب. انت عطاني هذا، ملي نقص له هذا باقي عنده الخطا، كنترول زد. وهنا قبل فاش خليت انا هذا كان قبله، نقصت له هادي، كنترول زد، نقصت له هذا سبلاين، نقصت له هادي فوالا، وقلت له مزيان السابع. رد معايا اش غندير له؟ غنجي نقول له خليك بحال هكا بهاد الفكر ديالك، ونقول له شوف انا غادي نجي ناخذ السبلاين اللي هو هذا، شاو اند ريزلت، وغادي نطلع بالشيفت بهذا،
فهمتيها؟ الا شي شكل كيبرز وسط التصميم، مسح واحد وعاود خذ من واحد فوتوكوبي وكون متيقن راه كتخدم، ما غاديش يقول لك لا ولا نعاودها، ما كاينش مشكله. كونترول زد، اشنو درت؟ انا مسحنا الشكل ديالنا. انا حنا ملي كنا هنا فاش كنديروا بحال هكا ني ما كيبغوش يبانوا لينا، كنجي كنقول له اكسترود ما كيبانوا، كيبان لك الشكل مخربق. كتقول شنو المشكل؟ واش المشكل فيا ولا شي حاجه ماشي هي هذيك، ولا الرسم ناقص، ولا هو المشكله ديال العمليه الحسابيه اللي كيديرها الماكس. ماكس كيدير عمليه حسابيه كيبان له الشكل غير مقبول، ما مفهومش. اش كنديروا حنا كخطه؟ هادشي ماشي دابا راه يجرى لك بزاف ديال التمارين. غادي تجي تقول له خذ واحد من هاد الرسوم، انا مثلا غادي ناخذ هاد الرسم هذا، كنقول له سبلاين، كنقول له هذا مسحو ككونترول، كنشعل الاكسترود، كيقول لي راه باقي عندك البروجي راه مزيان، يعني ما كاينش خطأ. كندور عليهم كاملين نقول له كونترول زد، خذ هذا مثلا سبلاين، خذ هذا الخط هذا، دير له سوبريم، عاود شعل الاكسترود، كيشعل مزيان امبيكال، ما عندي حتى شي خطأ، وهذه خدامه وهذه محلوله وهذه ما محلولاش. اوكي، في كاين الاشكال، الاشكال هو ان الماكس ما قدرش يدير العمليه الحسابيه. اش غادي ندير له انا؟ كنقول له كونترول زد، خذ هذه، هذه اللي عندنا حنا في الاول، خذها مسحها، ما عندي ما ندير بها، ما محتاجهاش. كنشوف في الـ في الـ في لا فيديو ديالي الرايس، فوالا اوكي، كنسيليكسيوني الخط ديالي هو، كنقول له رجعني في الاكسترود، ونقول له شيفت ونطلع كنترول زد، كنوصل من هنا، نقول له شيفت وطلع. ولكن هنا ملي نقول له شيفت نشعل الشو اند ريزلت باش تبان لي النتيجه، ونقول له خذ لي هنا اف 3 شيفت وطلع بها، هو كيخصب الشكل من شكل، وكنعاود نبوزيسيوني هذه مانيوال. اوكي، نشوفها دابا بيرسبكتيف، غتبان لك مصيبه مزيان، اف 3 هاي. ولو نزيد منها وحده اخرى كاع برا مثلا بهذه الطريقه هذه بحال هكا، غيعطي عليا سوليد. ولو نشد هذا الشكل هذا كامل ونصغرو انايا، نديرو مثلا سكيل وندخلوه هنايا، ما كاينش مشكل، غادي يولي انترو. ولو نصايب واحد اخر ثاني هنا انترو، ما يبقاش مشكل. علاش؟ حيت انا خديت واحد العنصر منه وبديت كنفوتوكوبي. صافي، مفهومه المساله ولا ما مفهوماش؟ واضحه لكم؟ دونك انا دائما ملي يكون عندك هذا الكونترانت ولا عندك هذا المشكل هذا، دائما غتطبق هذه السياسه، انك تاخذ الشكل وتمسح واحد وديك الساعه تكمل. اوكي، يلا وحاولوا تصايبوا لنا هادشي بين من. دونك انا ناخذ على حسب التصويره اللي عندي، عندي هاد لابارتي كتشبه لابارتي من اللي من ناحيه ليليمون هذا، ولكن ما كتشبهش لي من ناحيه لي موتي. دونك ساهله معايا، ناخذ انا مثلا هذا وندير له شيفت ونخرج به هنا لهاد لابارتي. اوكي، نحيد له ليكستريزيون، وغادي نهز هذا مثلا بالسناب. دونك هنا الى هزيتي راه غيتهز هذا كامل، نقول له كونترول زد، كونترول زد، كونترول زد، حيد عليا الاكسترود وهز هذا وحطو هنا. علاش انا غنحطو هنا؟ غير باش نتعامل معاه. اوكي، كلي؟ لا لا ما عنديش كلي، لا هاي سيليكشن ونخدم على هذا. دونك هنا منين غادي نشوف؟ غنشوف من الليفت، ها هو الشكل ديالي. اوكي، التصويره كتقول باللي راه حنا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة اللعيبات ونزيدو مع اللعيبات. دونك غنمشي نجيب هادوك اللي عندي أصلا، فين كاينين هادوك؟ كاينين عندي هنا في البيرسبكتيف، هما هادو، غادي نشدهم ندير لهم روتاسيون، روتاسيون حيت سناب، روتاسيون بشحال؟ بالتسعين. دايما الحاجة إلا عندك خدم بها، ماشي هي عندك وأنت مخليها. لا، وكذا عندي هنا، مزيانين. دونك نعاود نرجع ليفت ونجيب الشكل ديالي من هنا حتى لهنا، ونبوزيسيوني هذا هنا حتى تنشوف الشكل. نقدر نخلي هذا ندير به تا هو كوبي. بعض المرات دايما انا كنخدم نخلي كوبي حدايا، علاش؟ كتعرف الظروف اش تجيبك. اوكي، صويرة قال لي كاين واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة واحد. إذا هنا غادي نصيب، غادي ندخل لهذا الشكل هذا، نمشي بحال هادو، هذا ما عندي ما ندير به، هذا ما عندي ما ندير به، واحد جوج ثلاثة أربعة، هما أربعة كاينين، وعندي واحد آخر هنا ثلاثة. إذا ناخذ هذا ونديرو له شيفت ونخرجو على برا، ونجيبو له سناب كيف ما تعلمنا، سناب على جوج، سناب يكون فيرتكس، خذ هذا من هنا. إلا ما تشدش ليك، ما تشدش لك بيرسبكتيف،
دور معاهم، قول له شد ليه. بعض المرات راه الا ما بغاش يتشد ودار لك الاراره، قول له اش غدير، هادو ولا مش طراجيم، يلا هز هذا من هنا وحط هذا. اوكي، بعض المرات البيسي ولا البروغرام على حساب الهواء ديال. دونك هنا ليفت، هذا هو الشكل ديالي مزيان. دابا هادو خصهم يدخلوا يتحطوا هنا، يجيو سوبر بوزي معاه، هذا خصو يتبدل. دابا ندخل لهذا الشكل هذا ونحيد منه داكشي اللي بغيت، حيد سناب سيليكسيوني لوبجي، حيد منه لي زيليمون اللي كاينين. اوكي هادو مشاو بحالاتهم. اوكي هادشي اللي عندي هنا ندير له اتاش، اتاش، ولكن تنطل واش هو في نفس الصف ولا لا، باش ما يكونش عندي الاخطاء. بيرسبكتيف، شوف هذا فين كاين وشوف هذا فين كاين. اش غادي نجي نقول له شد هادو، خذهم ليا من هنا، خذهم شي نقطة وحط هاد النقطة هنا، زومي مزيان، فوالا راهم سوبر بوز. اوكي ناخذ انا هادشي كامل اللي عندي هنا، ما نزقلت حتى شي حاجة. ليفت، خذ هادو كاملين ولا هادو حيدهم، طفي ليا هادشي، هايد سيليكشن، حيدهم قدام باش نعرف راسي علاش خدام. اوكي هادو خصهم يتسافروا واحد شوية، خذ هادو وقول له بوسيهم، جرهم هنا، نرجع نشوف في لافوطو مزيان، نزيد واحد شويه هنا. اوكي اوكي عندي وحده هنا وعندي وحده هنا، مزيان عندي هذا الشكل هذا. غادي نشدو وندخل نلعب فيه، موديفي موديفي، حيد حيد ليا، حيد هاد اللعيبه مشات بحال هكا، حيد هاد الخط هذا مشى بحال هكا. نعاود نرجع نشوف التصويره ديالي، اللي كتشوفوا رسمه، اللي ما كتشوفوش ما ترسموش، واخا تبقى تشوف التصويره حتى 700 مره. نورمالمون انا كيكونوا دو زيكرون، وحده كنحط فيها لا فوتو وحده كنخدم عليها. دونك لاحظوا عندي الخط هنا منين داز، داز من هنا تك تك تك. دونك هادو كلهم خصنا نصغروهم، ما كاينش اشكال، ندخلوا فيهم بواحد العبار ونعاود نرجع انا هادي لهاد لابارتي هادي. خد هاد النقطه ورجع هادي هنا اللور حتى نسالي ونشوف كان ديال لا. دونك هنا ناتاشي هذا مع هذا حتى نطل من الطوب، شوف داكشي واش في صف واحد، مزيان في صف واحد. ليفت صافي، اتاشي دابا الا بغيتي اتاشي، اتاشي هدا مع هدا مع هدا مع هدا مع هدا مع هدا. حنا ما عندناش غرض بهذا، حنا عندنا الغرض بالصغار ديالهم، الصغار ديالهم هما اللي غنبداو نديروهم. دابا نجي نقول له خذ هدا، لانه في التصويره عندنا ان باساج، وهذاك الباساج هو اللي انت خصك تكارديه. الا ما صوبتيش الباساج ديالك بقيتي ثاني كتلعب نفس التمرين، هو كيتعاود والتكنيك هو نفس التكنيك. دونك غادي نحيد هادي، نطلع هاد اوتلاين ونحاول نصيب مثلا اوتلاين 05 005. هادي غادي نشدها وغادي ندير لها كونترول سي، نعقل عليها في الكلافي صافي، ونجي نسيليكسيوني هذا ونقول له اوتلاين 005 كنترول في اونتري، واش يجيب لنا الاوتلاين مال مسحور ولا مال. حيد خود اه 020 مكيت اوتلايناش كاع، 10 فوالا جاب مزيان. كنترول في فوالا صافي، هاهو بدا كيصايب. حيد ليا الشكل هذا الداخلي ما عندي ما ندير به، وهذا يمشي بحال هكا. ناخذ هذا تاك كنترول في كنتري، وهذاك الاحمر سوبريم، هذا يمشي بحال هكا. سيليكسيوني هذا كلافي كنترول في كنتري، فوالا نجي لهنا هذا يمشي بحال هكا. ناخذ هذا نجي لهنا كنترول في، ها تكنيك، هو تكنيك. ملي كتلقى التكنيكات ديالك كتولي كتسربك داكشي، كتصاوب حاجه هذيك الحاجه اللي غتبقى تعاودها بزاف المرات اونطري، وغادي تلقى راسك كملتي بواحد السرعه دقيقه ولا جوج دقائق، ما هياش كثيره على ان التمرين تصايب مزيان وخدمتك تكون مزيانه، لان ما كاينش كلشي تتبع. غادي نخليك، غادي نخليك دير مسائل كنترول اوكي فوالا، وهذا يمشي بحال دونك. هنا ما بقى لي والو، بقات لي نكمل الشكل ديالي. لاحظوا هنا غادي نلقى واحد المشكل، باش نجيب انا هاد العبارة هذا ما عنديش هاد البوان هادي، نحاول نستنبطها. دونك عندي هاد النقطة هادي خصني نتراسي هادي، نتراسي هادي. دونك ناخد هذا ونديكاليه هذا مثلا
على برا، دونك ناقص كنترول اس ناقص كنترول اس خرج على برا باش نقدر نجيب به الخط ديالي. الخط ديالي فين هو؟ هو هذا الخط ديالي. نحاول ننزل شويه برا باش نشد النقطه ديالي فيرتكس ونرجعها هنايا شويه اللور باش نعرف راسي علاش كنتعامل. اوكي ونجيب الشكل ديالي كنترول زد ناخذ الخط ديالي كامل طلع به حتى هنا. اوكي دابا نبدا نرسم لو سونس ديال الشكل، لانه اش قال لك؟ قال لك خاص الخط ديالك يمشي من هنا ويدوز من هنا ويدوز من هنا ويدوز من هنا ويطلع. لاحظ هنا خصني ديكالاج وهنا خصني ديكالاج وهنا خصني ديكالاج عاد باش نسولي. دونك هنا هادو كلهم اللي مسحت لهم لي ديكالاج خصني نرد لهم لي ديكالاج ديالهم. علاش؟ باش نقدر نمشي في الخط. الا ما كانش عندك داك الديكالاج ما غاتقدرش تمشي، عاد تقول انا راه غلطت وخاصني نعاود نرسم. فوالا هذا محتاج الديكالاج ديالو ناقص كنترول في، وهذا محتاج الديكالاج ديالو ناقص. شوف شحال ديال الخدمه كديرها باش تقدر توصل لواحد الشكل. اوكي دابا نبدا، غادي نمشي نقول له كرييت لين. فوالا منين غادي نبدا؟ غادي نبدا من هذا. واخا انا حطيت هذه النقطه ماشي مشكل، غادي نجي نقول له خدم لي السناب باش يقدر يشد ليا في السناب على الفيرتكس. خليني على الفيرتكس 2.5 قبل ما نبدا، ونمشي كرييت لين ونقول له هذا. لاحظ مهمة انك ماشي عترسم، راه حاجة كتعاونك على حاجة. هذا هذا دز هنا دز هنا دز هنا هنا، وهادوك غادي نمسحهم من بعد تك، ونمشي حتى هنا ونشوف صافي بقى واحد ونجيب هذا. هادو اللي زايدين غادي نحيدوهم، حيد سنا خد هذا خد هذا حيد هاد احدو مع هاد الكرييت لين. راه الا بقات وحله لك راه ما غاتخليكش تخدم. هادي يمشي بحال هاتو وهادي يمشي بحال هاتو وهادي يمشي بحال هاتو وهادي يمشي بحال هاتو. دونك هاد النقط كلهم يوليو دو كورنر تك 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 كورنر فوالا. وهاد الشكل هذا نشوفو في لافوطو فين واصل. لاحظ جا حتى لهنا ومشى خط متصور، دونك يعني ان هاد النقطه صحيحه. هادو اللي ماشي صحاح اش غادي نقول له؟ نقول له خذ هاد الفيرتكس سوبريمير، ما عندنا ما نديرو بها. خذ هاد الخط هذا، هذا خصو يطلع باش يتساوى مع هذا. اذا انا نقول له قيدو ودير لينا 2.5، وهذا شوف اش غنقول له بحال هكا باش تمشي في خط واحد. هذا تصايب ارى لي دابا باقي لي هذا، هذا حتى هو نقول له حيد عليا هاد الفيرتكس هادي، وهذا يتقاد مع هذا. هذا نقطة أصلية ولا هذه هي الأصلية؟ هذه هي الأصلية، هذا ما بقاتش. غادي نحاول نخرج هذا على برا ونقول له سير لاحظتو ويمشي حتى لعند هذا. دونك هنا وقع عندي الشكل مقاد مزيان داير ما يدور ديسان. هاد العيبة هادي ماعرفتش كيفاش تتخلقات، سي با غاف ما كاينش مشكل. حتى إلا كان هادو بعاد راه دابا نقادوهم. اوكي مزيان امبيك. جيو دابا نديرو له المشكلة هو أننا نبينوه. لحظة شنو هادي؟ شتي شتي تصايب تسعية وفي الأخر خرج لك شي حاجة ماشي هي هادي. يلا ورد البال. أنا نقولو له صلح لي ناتش فيرتكس، خد هاد الفيرتكس. أوكي أنا نقول له شوف غيمشي هو في الإتجاه ديال إكس، ولكن إكس غيبقى غادي فيرويي في إكس، وغادي نقول له شد لي من إكس من هنا. لاحظ ونمشي حتى لهاد لابارتي، وهنا نتيقن واش جابها ولا مازال. مازال ما جابهاش ماشي مشكل، خود تاني اكس اي واحد في اكس غير ما تشد شي سكيوات وحدين اخرين. لاحظ الى بان لك شي سكيو مهربان عرف راسك راك غادي تبقى مطيف معاهم. كيهربو لينا ماشي مشكل، نطلع لهم من الطب ونشوفوا هاد السكيو اللي هربانين لينا. فوالا سير تك، كل عندك التكنيك غادي تصيبك. فوالا من الطوب تيقل من النقط هما مزيانين مزيان مزيان مزيان. دايما هادو مهمين ليكم في الخدمة ملي يكون عندك شي شكل شي هربان على شي ولا شي مبعد على شي. أرا دابا نديرو ليكستريزيون. ليكستريزيون
من الدقة هذا جا مزيان، ما دارش لنا داك الشيء ديال الكوع كوع بحال كبير. اوكي سالينا، تبقى خاصك خاصك غير تدوس وتبدا تعمر في لي فوتو، تقول هذا خاوي، هذا نديرو زاج، هذا نديرو بيض، هذا نديرو هادشي، غادي نديرو دابا من واحد شي شويه. يلا حاولوا تكملوا.